السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله تنال اعجاب. راحت مسابقه وجدت مسابقه جديده، شوف شنو المسابقه وشنو الشروط وشوف شلون راحت الهديه. فايش ان شاء الله تجي لك الهديه. مسابقه جديده سوينا قرعه عليه ذيك المره، فعباس النجفي ما دز رقم تليفونه، وقلت لكم الى ما دز رقم تليفونه راح اعيد المسابقه. ف راح نعيد المسابقه على اليمن على الكناري. شباب نريد من عندكم راح تسمعوني يم الكناري، لا تنسونا باللايك. وهاي اخوان هاي القفص والبقاله كامله والمشروبيات، وهاي وانه في همنا موجوده هاي مقلمه، هسه راح احولهن بعض القفص واوديهن ان شاء الله. تابعونا. وهاي اخوان كملتن حولتهم هذا القفص، راح اوديهن بيد السائق والسائق يوديهن ان شاء الله. هاي النفية، هذاك الفحل، هذا من الفرخات الثلاثة. انت همتي تروح ايام هدية؟ اقولك وديك وياهم. بتعطل يلا تعال بوب روح انطى بوبك ان شاء الله يا ولد. جاي مسابقات هواي. هاي اخوان رايح موديهن للسائق هسه. يا ولد طلع بيتهم بالدير، هسه راح يوديهن السائق. على فوق وين يعني؟ هو على فوق معمل ورق غير معمل ورق؟ اي وين انا اشوف من اوصل للهارتي اخابرك. وين تطلع لي قل لي. يلا ماشي. هالطالع هاي. يلا عم هذا. خليه. السلام عليكم. هاي اليوم وصلنا الطيور نظيفات وسالمات من اخونا محمود عالم الطيور. ومشكور اخوي وكثر الله خيرك. ان شاء الله نشوفك بالافضل. اخوان المسابقة راح تصير على هذا الكناري. المسابقة راح تصير على هذا الكناري مثل ما قال فرات الصياد، قال خلي رقمك بتعليق ومحافظتك، خلي رقمك ومحافظتك بتعليق، عمود لا يتيهم بيهم. ما عليك بس تعلق وانا اسجل اسمك بالقرعة. ما عليك بس تعلق بالفيديو وانا اسجل اسمك بالقرعة، وان شاء الله اللي رابح يهم يوصل لهذا الكناري. كناري مستوى حلو، شكل، صوت. اريدك تكتب بالتعليق رقمك ومحافظتك بس مثل ما قال اخونا فرات الصياد. خلينا نشوف هنا شنو وصلت بالله. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي اثنين موصلة هنا، وهاي الثاني اللهم صل على محمد. هذا واحد مفقس هنا، مستوى مفقس. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصبحكم الله بالخير. هنشوف الزعاطيط. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي اخوان ذبهم بلت هاني ومتجمعات هنا والتشبيك. ابيك شيء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ها صدق يا ولد. خنطب خنطب نشوف الفقاسة شنو هي البيض وضعيته، الباقي مال السمان. تعالوا تعالوا بعض بعض اخوان. مش بالع لي وقاص بي لا يقدر ياكل ولا يريدني اكضه، واخذ من النهاش ماكل هذا. عفوا ما علينا ما علينا شوي نكضه. تعالوا خلينا نشوف الفقاسه. فقاسه يا محفوظ السلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونطلعهن ولا وحده مفقسه من باقي هبني. اي خربانه لانه بعد ما يفيده. ها اي
نكسر هنا سوياكم برا شوفوا شنو وضعيتهم. هاي خربانات، هاي خربانة، ماكو 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 ماكو. طبعاً لأن ثلاث بيضات سامين عليهم ماء دجاج حصلت هنا بيهن. يلا خرجحن خرجحن وقلنا نكسر ذني معاكم ونشوف والله بيه ولا ما بيه. ها يا اخوان ذني البيضات خربانة، شوفون هاي خربانة هاي خربانة والله بيهن افراخ، شوفون بيهن بيهن افراخ. شوف هذا هذا كامل. يا الله حطيته هنا أنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي اثنين ثبتين انتي شنو راح يطيح هذا. ما شاء الله ما شاء الله شوفوا اثنين. وهنا هنا ما شاء الله فقس وميت قاساتي شنو شوفوا فقس وميت. فدوا الحمد لله. خلنا نفحص البيض كلهن ونشوفهم بالله شنو بيهن وارجع لكم. والحمد لله اربعتهن ملقحات واصلات للتفقيس الحمد لله والشكر ربي. يلا اول واحد يطلع خسارة هو هذا والحمد لله والشكر. ولكم انتم شنو فيلمكم؟ تلمون عش وتفلشوني، تلمون عش وتفلشوني، نيتكم شنو؟ ها؟ شنو نيتكم انتم؟ اخوان بالنسبة للجاوة، الجاوة هاي شوفوا حطيت لها هذا، تقولون خلي هذا احسن وفعلا خليته وتظل تلم بيه. لا واضح اسمه ما واضح، واضح ما واضح، اعتقد واضح، واضح او فوسه. تظل تلم بهذا. هذا طلعه ها يبكى بعدين من باب هذا بس انا فاتح فتحه مو باب هنا انا شوفوا فاتح فتحه يعني كسر شيء حط شيء يعني يلا يولي بس يولي. ها شنو صباح الخير شلونكم شو هذني ما شاء الله اطيرن جاي نسولف وهاي من رحتن ما شاء الله. بس تخلص سالفة الكناري هذني اجى سالفتهن المحرشف هذني المحرشف وياهن زوج فناجز نثي وفحل وقفصهم كذلك. شوف اخوان اما اسويهن مسابقة بيهن. ورجعنا سالفة الفناجز يعني قاعد يلم عش ها 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 جاي لما نعيش دبيتني هذا شو جاي لما نعيش هنا والفناجز هم ياخذني اريد يبيضن هسه فاخت الملكي اريد يبيض ما يخلنه هن يلم من القاع يصعدن هنا وهذن يجي على الحاضر ياخذني ذبن بعشو شوف يا توقع شوف خلنا يلا شاهد شوف شاهد حبيبي المشاهد خلنا ارفع لكم هذا وشوف خط قوي يلا تشوفون بيضات يا ريتكم بيضات اي بيضات كسرت بيدي ها من بيضات شنو كسرت بيدي هاي شوفوا واضحتكم اي والله ضغطتها ما ادري وانكسرت يلا فدوه فدوه هذا واحد يلعب حديد هذا على ما ينسد وهو خلنا سده خلنا سده وارجع لكم وبعد معاناة على ما سديته شوف الوريد شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله شوف شوف هاي هاي نحطها هنا فوق هنا شنو اكو نشوف هنا شنو والله هذا شحالاتي ينفتح بسرعة بس بكل شيء مالي هذاك ينفتح بالقوة وبيبيضون كسرت
والحمد لله. وهنا انا شنو اكو يعني هم بلشات لما نعيش. وهذا الجو بس وحدي. يلا كيفات وموفيات. وهذا لازم 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 هذا يبوي يلا. اللهم صل على محمد و... مش بيت ماكو. ما شاء الله ما شاء الله انفق ساته. اشوف هذني كيف فيلم عندنا هنا وين وصلين وين ما وين اكو ماكو 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 ولا واحد. اه جوان خمسة وخمسة ولا عبرات منوني. خلنا نشوف ايه ده نحن ما شاء الله كبار راح يطيرين. مكان خمسة جدا نبغى نشوف. ما شاء الله طاف طارت. هاي امه على امه كله. شوف شوف على امه. هاي امه نفس الشكل ما شاء الله تكبره ما شاء الله. تعال خليني اكبك ولك اقول شوف ماكو. ايش راح يكبه هذا. انا كبه انا كبه وارجع لكم يا ولد. لو يدعم هذا راح يموت. وبعد معاناة طويلة على ما كبيته شوف اللون ما شاء الله. شوف 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 ارجع هنا ارجع لعشك ارجع ارجع ارجع. انا شوف اكو بعد. اي والله اكو ما شاء الله. ولك هذا لازق هذا شو ميت. اه لا ما ميت كبار ما شاء الله. خلنا نسبح هذا ابيض ما شاء الله بعد اللون. اوه في طير انت تطير. شوف هذا يا ولد ما شاء الله بعد الراس مالته على ابوه يا شوفون ما شاء الله. طب هنا طب هنا طب هنا خلنا نشوف اخوانك بعد شنو اكو. طب جوا وهنا انا شنو هنا بعد هنا صغار. اي هذا هذا على امه. وهذا هذا صغيرهم بعد. اوفن اوفن يا سعر شنو الجاي اوفن. سدة 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 كذب كذب كذبت عليكم مرة. ايه هلو هلو بعد شنو نشوف شوف هذني وحاش مسوي. يلا يقول حط عيش اريد عيش ما عدني. يلا بذرون بي يريد نعيش. ياكو يا شنكو ماكو لاني ست بيضاء صارن كان خمسة. اي ست اخوان اوه اثنين اربعة ستة ستة والحمد لله ستة. هنا انا شنو صخبير. اللهم صل على محمد. يا اخي شنو قال ما شاء الله انا مفقس. ايه انا مفقس الحمد لله على هاي النعمة. شو مريحة مو حلوة هنا. هذين صغار اثنين ذاك واحد ذاك واحد اني اربعة مفقسات بقيات اثنين والحمد لله والشكر ربي. نرجح نرجح نرجع لكم ما سيطر. اه صباح الخير شلونكم شو الصحة ايش بيك. اه اخوان نرجع نكرر مرة ثانية هذه المسابقة الجديدة اخوان. هاي المسابقة الجديدة اخوان. حط رقم تليفونك بالتعليق على مدلة اللي فوز بالسحبة اعتد بعد شكل ما شاء الله ما شاء الله. شوفون الشكل اوضح لكم اياه. اقعد ارجع انزل انزل كيفك. واضح لكم واضح واضح اخوان. تعالوا خلينا نشوف الكتاكيت شنو اخبارهن. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اخوان
هواي تفقيسة صفن بس ثلاثة لأن تعرفون بعد دقيقة ناقصة دجاج الكوجين ما طلعن طلع ما ملقحات وما طلعن هذا البلت الناعم هاي هاي مبارك عليك طشري هاي قاعد على البيض والى هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس شكرا جزيلا ياكم محمود من قناة محمود لعالم الطيور شكرا جزيلا